نادية دائما منورة هنا، وشكرا لك على كل هذه الوصفات اللي عطيتينا، واكيد تحفة اكيد لا غلاس ولا الطبقة ديال الملج ولا شلاضة. وهذا عصير اللي غنختموا به معك، ونتمنى ان شاء الله نلقاوك ونسمعوك فرص لاحقة باذن الله. عصير يا العصير، شنو في هذا العصير؟ عصير عندك نص كيلو ديال الخوخ. نص كيلو خوخ، ايه نص كيلو ديال الشهدية. نص كيلو الشهدية، ايه عندك كيلو لاروب ديال سنيدة. كيلو لاروب ديال سنيدة، ماشي بزاف حلو، لكن انت خرج كونتيتي كثيرة. ايوا دابا انا عرفت هذا العصير علاش كتكلمي، فايت عندي وفايت عطاتو لي شي مستمعة كريمة، وكان عندي تحفظ على هاد كيلو لاروب ديال سنيدة. ولكن تعطي لها كونتيتي كثيره وتوزعيها يعني وكتخلطيها، هذا بحال كيعطيك الروح ديال العصير ديال العصير. ولكن لكن مشمش حتى هو تيجي معاه زين كيلو ديال مشمش في بلاصه الشهديه. لا مشمش الا تزاد مشمش والخوخ والشهديه. الا تزاد نص كيلو مشمش. طيب واخا نمشيو معاك، لما كانش المشمش تنديروا الليمون او الليمون او الليمون. واخا ايه لما كان مشمش نديرو الليمون. حتى هو الليمون واش عصير ديال اطرو ولا نص ليتر؟ لا مش عصير ديال اطرو، الليمون صحيح تقطعيه واخا يتقطع تقطعيه طريفات. المهم تديري فواحد الكاسرونه وتديري فيه طرونس ديال الماء، نص لتر ماء، تديري فيها ديك كيلو لاروب ديال السنيده وتتخليه يغلى تيغلى في الماء. لاروب سنيده ايه ويغلى، تتخليه يغلى في الماء. من تيغلى في الماء تتقطعي الشهديه وتتقطعي الخوخ والمشمش او الليمون اللي عندك، عاد تضيفيهم تزيدو كل الفواكه مقطعه. تزيدي كل الفواكه تزيديها مقطعه، وكانت متوفرك شي قشره ديال الحامض تزيديها، ما كانش ما تديريهاش، تتخليهم ساعه ونص وهما فوق العافيه ياك. تخليهم ساعة ونص، تخليهم ساعة ونص تيطيبو، من تيطيبو تطفي عليهم بحال بلا صوبتيهم اليوم، تتخليهم حتى غديها تطحنيهم حتى تيتشبعوا بداك السيرو تيولي تقال. من بعد تطحنيهم، كان يعني في الوقيتة ديال الفريز تتاخدي طريفات ديال الفريز مع نص سطرو ديال الحليب، تتاخدي واحد دلافة ديال الفريز مع نص سطرو ديال الحليب، وتتاخدي من ديك الكمية وتطحني تولي عندك عصير طناشي يعني مخلط. يعني تقدري تستافدي منه على بزاف ديال انواع ديال العصير، بزاف ديال سميتو ممكن تستافدي منه. وشحال كتاخدي الكمية ديالو باش ما يكونش مفوت شوية في الحلاوة، ولا ياخذ زعما الدوزاج ديالو شحال كتزيدي؟ تتاخدي منه دلافة كبيرة، زلافه كبيره، زلافه كبيره مع نص سترو ديال الحليب مع زلافه صغيره ديال الفريز مثلا ديال الفريز، تتعطيك يطرونس. تخرج لك يطرونس وبلا ما تضيفي لا سكر لا والو، لانه راه لا ما تضيفي ما تضيفي لا سكر لا شي حاجه، تخرج لك يطرونس. ما كانش متوفر عندك الفريز، دابا حاليا الحمد لله الديسير عندنا كاين موجود، تديري برقوق والليمون، تتاخدي ليمون تتعصريه، تتعصري واحد ثلاثة ليمونات لاربعة، تتاخدي زليفة من داك العصير اللي عندنا صايب، تزيدي فيه طريفات ديال الخوخ ديال البرقوق، وتزيدي عليه تفاحة، تفاحة خضراء. أييه وتفاح. تطحني حتى هو تيعطيك عصير. المهم أنت تبقاي تزيدي الفواكه. اللي عندك في الفواكه تهزي في ديك الزلافة وتطحني. تزيدي الطحني، بغيتي تزيدي بالليمون تزيدي بالليمون، بغيتي تزيدي بالحليب تزيدي بالحليب. نعم يعني كيمشي على جوج ديال الأنواع ديال العصير. كيمشي على جوج ديال الأنواع. بغيتي تديريه في بواطات وتحتفظي به في الكونجيلاتور، كل نوبة تجبدي شوية وتخلطي. هو هذا الخليط اللي كيعطيك شحال كيعطيك من زلافة تقريبا؟ هو تيعطيك تقريبا أربعة زلايف حتى لخمسة نعم يعني لأنه من تيطيب تيتركز. يعني خمسة الخلطات، خمسة الخلطات ولا خمسة ديال المرات؟ تيخرج لك يطرونس في طرونس في طرونس، يعني تيخرج لك كمية كثيرة، وتتخلطيها بالفواكه زين. كتحتفظي به في الثلاجة؟ تحتفظي به في الثلاجة ولا ديريه في الكونجيلاتور، كل نوبة تجبدي طويصة تستعمليها، يعني على حسب انت اللي بغيتي. تقدري تستفيه في هذوك ديال الثلج، وكل مره تجبدي ديك تجبدي وحده ولا زوج وتخلطي نعم. يعني
تعملي هذوك اللي بغيتي ديرهم ديال الثلج تقطي تطحنيه تطحنيه وديريه في ديال الثلج وديريهم في الفريغو بحال دابا تديري كاس ديال الليمون تطرمي ديك الوحده ولا جوج نعم مكونجوليين تعطيكم مذاق مزيان. شكرا لك مذاقات مختلفه عطيتيهم لينا ودائما تكوني معنا باذن الله. اختي ناديه من الرباط سلامي للوليدات وتحيه لك لكل الامهات وربات البيوت والعاملات في المكان والموظفات اكيد تحيه لهم الاذاعه الوطنيه. هذه صاحبتكم جيهان بيننا.